منظمة الأمم المتحدة على أنها 10% 15 إعاقة، والعدد تقريبا 1.5 مليون. مليون ونص هو وبعد الرحمن الإحصائية الأخيرة تشمل 15 إعاقة طبعا يدخل فيها كافة الإعاقات، وكل هذول الإعاقات مختلفة يحتاج لها إلى برامج ويحتاج لها إلى دعم ويحتاج لها إلى جهد مضاعف، ولكن لله الحمد يعني الدولة وفقها الله يعني في طور يعني قدمت لهم، ولكن لا زال لهم مطالب فيها صحيح، ولكن العدد يعني يعتبر تقريبا 5% من عدد سكان المملكة. صح، احنا لما نتكلم عن الرياض جدة المدينة يعني الخدمات متوفرة من المستشفيات من مراكز يعني من المراكز من الخدمات الطبية من الخدمات التأهيلية المدن الرئيسية نعم. بس انت لما تتكلم عن الجنوب لما تتكلم عندنا زملاء يعني من الشمال نعم. عندنا زملاء من الشمال يعني أساس كذا يعني الوضع سيء عندنا. هم من أهم مطالبهم أن يكون هناك مشروع وطني كبير تتكفل به وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث أنه طال عمرك أنه الخدمات توصل لهم إلى أماكنهم، الرعاية الطبية والنفسية والمستلزمات وتلمس حاجاتهم من الإعانات. الآن الدولة وفقها الله ممثلة في الأحوال المدنية، أنا سمعت أنهم وصلوا إلى جبل في فيفا عشان يسترون بطاقة لمواطن، الحمد لله هذه وهذه نعمة من نعم الله صحيح. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. أنا أذنت لي بس أنا بسأل سؤال الآن، الجوانب التوعوية اللي تقومون بها أنتم وتقوم بها الجهات المعنية نعم، هل خففت من نسبة يعني بمعنى في ترشيد وفي توعية عند الناس خاصة موضوع الحوادث والشباب؟ ما في شك ما في شك، المجتمع ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الآن كل يوجه رسالة، وأنتم إن شاء الله عندما تخرجون يعني واجب عليكم، أنا أطلب منكم أن يكون واجب عليكم صحيح. أنكم تنقلون هذا الرسالة أنها بإذن الله تعالى أنها تكون، والشباب أبشرك حريصين عندهم الحقيقة رسائل قيمية كثيرة، منها هالرسائل الحقيقة التوعوية والاجتماعية ودورهم أثرهم وكل إعلامي الحقيقة المفترض أنه يستغل الحقيقة مكانته عند الناس وخاصة الشباب. ما في شك الحمد لله، وبما أن القناة ما شاء الله هذه الآن تعتبر يعني القناة الأولى تقريبا من ناحية المشاهدة صحيح، ففي رسالة من إخواني من ذوي الإعاقة على مستوى المملكة أنهم لله الحمد يتمنون من ولي يعني من ولي الأمر أو من صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس التنمية الاقتصادي أنه يكونون تحت مظلة واحدة هو إنشاء هيئة سعودية لذوي الإعاقة، وإن شاء الله في أنها هذه الهيئة إن شاء الله سترى النور، بحيث أنه لله الحمد تجمع كافة الخدمات ولله الحمد أنها في رجاء خير ويعني متأملين بإذن الله كل خير قريبين إن شاء الله. وزي ما ذكر ماجد الزواج طبعا الشيخ وبرشيد وانتم كلكم مدعوين ان شاء الله باذن الله، لكم في زواج قريب جماعي شهر 6 يوم هذا زواج جماعي لذوي الاعاقه وهذا تقريبا السنه الخامسه شرط تزوجون الشباب وما شاء الله كان ثانيه اما انا وبرشيد لا وبرشيد ما شاء الله قصه الوفاء الشباب اللي ما تزوجوا واللي تزوجوا قصه الوفاء اللي طلعت منه ما شاء الله في قناه الثامنه عبد الرحمن يحكى فيها والله عبد الرحمن اذا ماجد بياخذ الثانيه بحضر لا يا اخوي بيجي لا الحمد لله انا والله حبيت تزوج قبل 3 سنوات لا انا اقصد اللي ما تزوجوا اللي ما تزوج اما المتزوج لا الشيخ بدر وابو عبد الرحمن خلاص محبتك للشيخ يا شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الله أثارت فيني شجون الله فوالدتي الله يغفر لها قد حكت لي قصص عن الشيخ عبد العزيز الله يغفر له الله يغفر أنا ما حضرتها لكن عندما انتدب إلى الرياض بعد الشيخ محمد بن إبراهيم هو تقريبا جلس فترة إمام لجامع الديرة صحيح اللي هو جامع الإمام تركي نعم الجامع وكان منزلنا أمام الجامع بما يسمى أهل الرياض أول حويط فكان عمي الله يغفر له الشيخ عبد العزيز كان رفيق له اسمه إبراهيم بن سعيد وكان كفيف فكان الله يغفر له بعد صلاة الفجر طبعا يجلس الشيخ الله يغفر له إلى أن تطلع الشمس حسب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله
إلى أن تطلع الشمس. فكان يخرج من الجامع إلى مكان اللي يجلس فيه عمي، فكانوا يعني الأحاديث والسوالف. فكانت الوالدة عندها يعني اللي هو المعزة تحلب لهم وتغليها من بعد صلاة الفجر. هذا عام كم تقريبا؟ هذه والله أنا ما لحقت عليها، لكن تقريبا 50 سنة ما شاء الله. هذه أول ما انتدي بالشيخ عبد العزيز إلى مدينة الرياض من الدلم. نعم. فكان يعني ويا عمي الخبز ذيك اليوم كانت 8 حبات بريال، اللي هو الخبز العادي، فكانوا يغطونها ويفطرون عليها. يعني شوف البساطة كيف وصلت فيها. سبحان الله. إلين تجي تقريبا الساعة 8:30 ويأتي موظف من المحكمة ويأخذ الشيخ إلى المحكمة اللي كانت شرق سوق السدرة في مدينة الرياض. وأيضا من المظاهر اللي أنا رأيتها على الشيخ الله يغفر له حضور الجنائز. صحيح. فعمي إبراهيم عندما توفى وكان يعني صديقا له، قالوا لدى محمد أنا ما أبغى أروح أزج الشيخ بعد صلاة الظهر وبلغ بوفاة صديقه، بإذن الله تعالى بنلقاه العصر في مسجد الديرة. فعندما أقبل الله يرحمه لكي يصلي بالجماعة، فقام له ولد عمي وقال له هذا زميلك وصديقه ورفيق دربك توفى الله يغفر الله له. قال الله يغفر له ويرحمه ويحلله ويبيحه. وأقسم عليها عمي أنه ما يجي يعني يعني الشيخ للمقبرة، لا للمقبرة اللي هي مقبرة العود. وكانت هذه الأيام بشكل يعني ما كان فيها يعني المظاهر الموجودة لها، كان السور طين وقصيدة يعني هذا حسب ما يروي لي ولد عمي يعني. فالله يغفر له لحقنا، أصر أنه يحضر إلى وفي الشيخ رحمه. فكان الله يغفر له يقول انتبهوا يا أخوان ترى حرمة الميت، وأنا كنت صغير يمكن عمري 10 سنين. فكان يقول يا أخوان ترى حرمة الميت يعني حي كميت، لا تطون القبور. الله أكبر. لا تطون القبور. فولد عمي قدمني له قال هذا ولد عبد الرحمن بن سعيد رفيقك، فلمس على راسي كيتيم قال ترى قبر أبوك منك ولا إله إلا الله، أشر إشارة إلى القبر، أكد ولد عمي إنه صادق إنه صحيح. سبحان الله العظيم. فالله يغفر لهم يرحمهم. آمين. ودنا منك كلمة ما شاء الله أنك تدعم يعني أنه المجتمع أنه ينظر إلى ذوي الإعاقة بنظرة يعني ليس فيها شفقة وليس فيها رحمة. صحيح. ولعلهم لله الحمد أناس منتجين خاصة في المساجد. أنا نبغى منك كلمة بسيطة يا شيخ قبل أن أنا الحقيقة سعيد برؤيتكم ولا ودي أتكلم لأني توني طالع من المسجد والكلام كثرة أحيانا ينسي بعضها بعض، والمجال لكم الحقيقة مهب لي ما شاء الله. أنا كان لي محاضرة عنوانها أيتام صنعوا التاريخ، وعقب اليوم أنا بأعد إن شاء الله محاضرة بسميها معاق صنع التاريخ. وهذا الحقيقة الرسالة اللي أنتم وصلتوها في حديثك الجميل والأستاذ ماجد وبقية إن شاء الله الشباب هي رسالة واضحة. أولا نبي نقول لشبابنا وعيالنا يعني اتعظوا الحقيقة ممن لهم تجربة، وهؤلاء الحقيقة ينصحون عيالنا وشبابنا من عدم السرعة والانتباه بأن تستخدم هذه النعمة فيما يرضي الله بالطريقة الصحيحة. الجانب الثاني أعجبني في حديثك وكلام أخوي ماجد قبل شيء التفاؤل اللي موجود اللي يعطينا الصورة الحقيقية أنكم بالفعل جالسين تعملون. أنت ما أنت بجالس على كرسي، أنت جالس اليوم تعمل. وكلمة خادم الحرمين اللي أشرت لها أنك شريك في التنمية، أنا أجزم هذا اليوم. وقبل هذا اليوم أنا زرت الحقيقة جمعيات متعددة والتقيت بإخواني من الفئة الغالية على قلبي الحقيقة وزاروني وزرتهم، وأكد أنكم ليه شيخ أنتم لستوا شركاء في التنمية، أنتم جزء كبير الحقيقة لم تكن نصف التنمية في هذه البلاد وفي غيرها. الأمر الثالث أيضا المجتمع يجب أن ينظر لهؤلاء أخواننا. اليوم ما شاء الله أنت وعظتنا وحدثتنا، وأنا أيضا دائما أقول تأسرني الكلمة، فجمعت بين سلاسة العبارة وجمال المنطق وهالمنشد الجميل الرائع ما شاء الله الحبيب ابن المبارك والأستاذ ماجد نبي نسمع عاد من الشيخ أيضا الكريم. هذه كلها رسائل يا شيخ بدون حديث نقول يا جماعة هؤلاء هم أحد شركاء المجتمع في نجاحاتها الكثيرة، والروايات اللي جالس ترويها يا شيخ تعطي أيضا دلالة على روح التفاؤل الموجودة. ورسالة الحقيقة لكل معاق ولكل مصاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة اللي كانت تصرع
حرمة تطيح وتنصرع، هي تصرع وتنكشف ثيابها ملابسها. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني اصرع وتكشف ملابسي، الناس تشوف عورتي، فادعو الله لي بالشفاء. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله لك عليه الصلاه والسلام، لكن بشرط، ترى ان دعوت الله لك لن بيروح المرض، لكن مالك الجنه اللي تبغين باعمالك، والا تبقين على ما انت عليه ولك الجنه. تخيري يا الجنه يا تصبرين على اللي انت فيه. قالت لا ابغى الجنه بس طلبتك طلبا اخير. قال وش هو؟ قالت ادعو الله لي اني اذا صرعت اني ما تنكشف عورتي. الله اكبر. وصبرت على المرض، وفي بعض الروايات ان المرأة هذه كان لها دور كبير، حتى قال بعضهم هي التي كانت تقوم المسجد اللي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأهنيكم على الروح الكبيرة، انتم اليوم اضفتم اضافة رائعة. انا اتكلم بلسان الشباب في قناة بداية للحقيقة للبرنامج، ونهنيكم على هالإطلالة وعلى هالتفاؤل المشرق وعلى هالمحيي الجميل. من يوم دخلوا ما شاء الله مبتسمين. أيوة. هذه أكبر رسالة الحقيقة. وأنا أتكلم عن نفسي الحقيقة، إحنا معكم ولكم في أي لقاء وفي أي مقابلة لكم يا شيخ، وزواج إن شاء الله الجماعي بس بدون تزويجي أنا وبرشيد. لا في مدينة في مركز البلد الثقافي. ما نقدر. يزعلون عليك طال عمرك اللي يحبونك يتابعونك. إيه سعد لازم. أنت بدون مرة الآن. هذا موضوع ثاني. كل شيء اشري كل شيء مثلا. بمشيئة الله شهر 6 في مركز الملك فهد الثقافي، الزواج طبعا برعاية جمعية الإعاقة الحركية للكبار. مشروع في الحقيقة. مشروع من مشاريع الجمعية. نعم. بإذن واحدة. الله يحييك. والله الله يحييكم، أنتم تدعمونا. أنتم تدعمونا والله، ونتواصل احنا وياكم في الملتقيات في المخيمات اللي احنا نسويها لذوي الإعاقة. بالعكس. تواصلنا معكم يعني شيء هادف، وأنتم ما احتاج. احنا جلسنا في البرنامج هنا قبل سنتين، جلسنا اسبوع كامل يذكر برشيد، اسبوع كامل. طبعا هدفنا رساله، يعني احنا جلسنا يا شيخ بدر في البرنامج هنا، زيد رصيدك 3، جلسنا فيه اسبوع كامل انا ومعي 2 من الزملاء. طبعا هدفنا كان ارسال رساله للمجتمع عن المعاق كيف انه يمارس حياته. انا ودي نغير مصطلح المعاق، يا ليت الجمعيه وانتم لا حتى الاحتياجات يعني الدولي والمسوم الدولي اللي التزمت فيه يعني كافة الدول على أساس كذا لازم يكون في المخاطبات اللي هم الأشخاص ذوي الإعاقة. بس أنا قلت لك يعني في برنامج في أمريكا، وحنا أساس التفكير الإيجابي في المجتمع، يعني ديننا حثنا على التفاؤل ولله الحمد، يعني يكفينا أعظم آية في القرآن الكريم يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أبشروا بالخير. نعم، والله سبحانه وتعالى وضعنا في المرتبة الرابعة بعد الأنبياء والصديقين والشهداء. الله أكبر. اللي هم الصابرون. صحيح. فهذه أعظم آية. فالانطلاق اللي هو الجلسة على الكرسي أو الشعار اللي أنتم تلقونه في المواقف، إن حولناه إلى انطلاقة بإذن الله، أنه الآن الشخص يكون منطلق، أنه ودنا ما بعد سمعنا شيء من سعد. اي والله ودنا نسمع من سعد. ودنا نسمع من اخوكم سعد القحطاني. نعم. لاعب المنتخب السعودي لكرة السلة. انا يمكن اصابتي غير اصابة الشباب، انا طعنت سكين الحمد لله، بس احس بالمعاناة اللي حسوه كل ما ادخل المستشفى، النسبة العظمى كلها حوادث سيارة الحمد لله، يعني يمكن 99% كلها حوادث سيارة الحمد لله، يعني النسبة 1% هذه يا طايح يا طعنت سكين يا رمية، بس الحوادث هي النسبة العظمى. أنا دخلت من مدينة الأمير سلطان عام 1425، قبل لا أدخل مدينة سلطان أحس أني أنا المعاق الوحيد. الحمد لله الحمد لله. قبل أحس ما في معاقين، ما في إلا أنا اللي على الكرسي. دخلت وقابلت الأستاذ محمد الشريف، وله فضل بعد الله عليه. استاذ أشوف محمد الشريف ما شاء الله تبارك الله على الكرسي، أنا جايهم على كرسي كبير، مو بكرسي نفس الكرسي، كرسي حق الصيدليات، يعني كرسي يسمونه تريلا مو بالسبورت. واشوف محمد الشريف الكرسيه خفيف، يا محمد وش السالفه؟ قال انت تصبر بس ونعطيك كرسي يناسبك. قلت ابشر. اشوف محمد يطلع من الدوام وين؟ قال هذا يطلع يداوم ويروح بيته. كيف يسوق؟ قالوا معه سياره مجهز. انا بديت اراقب محمد، كل يوم انزل التمارين اروح حضر تمارين يراقب محمد، ويركب على كرسي ايضا. ايه، وموظف في مدينه الامير سلطان. كبدايه اكثر وقت يراقب محمد الشريف، كيف يتحرك، كيف يروح يجي، ما شاء الله اشوفه سريع، يتقن حركات الكرسي.